الأمراض التي يسببها الذباب. تتعدد الأمراض التي يمكن أن تصيب الإنسان والمنتقلة عبر الذباب المنزلي، نظرا لارتباطه واحتكاكه بشكل وثيق مع الإنسان، سواء كان ذلك عن طريق الطعام أم الأسطح وما إلى ذلك. ومن أبرزها حمى التيفويد. عادة ما ينتشر الإصابة بحمى التيفويد في المناطق النامية، خاصة بين الأطفال، إذ تنتقل بكتيريا السالمونيلا التيفية عن طريق الطعام الملوث بها أو الاتصال المباشر مع المصابين، وهذه الطريقة المعتادة لانتقالها والإصابة بالعدوى. ومن جهة أخرى، يعد الذباب المنزلي أحد العوامل المساعدة في انتقال البكتيريا من شخص لآخر، وذلك لكثرة انتشارها بين جميع البيئات ولقدرتها على حمل أكثر من 1,000,000 بكتيريا في الجسم.